السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم على قناة WP Arabic. اليوم في هذا الفيديو سوف أشارك معكم أفضل القوالب المجانية على الووردبريس والتي أستعملها أنا شخصيا، وسأشارك معكم يعني حتى المجالات التي أستخدم فيها أي قالب، لأن يعني كل قالب ومميزاته، لذا كل مجال أستخدم فيه قالب يعني مخصص لذلك المجال. إذا تابعوا هذا الشرح، لكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالنقرة لزر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بجميع الفيديوهات الجديدة على القناة. لنبدأ على بركة الله. إذا مرحبا بكم من جديد. أول قالب نبدأ به هو قالب Ocean WP. كما تعلمون أنا من محبي قالب Ocean WP وأستخدمه حاليا على المدونة الخاصة بي، وقمت أيضا شرح مفصل، وستجدون الفيديو على القناة، وسأترك أيضا لكم رابط ذلك الشرح أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. يعني إذا تفرجت ذلك الفيديو ستحترف قالب Ocean WP، وأنصحكم به حتى يعني للمبتدئين في الووردبريس، لأن قالب Ocean WP أسهل وسيساعدك في تعلم الووردبريس. إذا قالب Ocean WP من القوالب المجانية والسريعة والمفيدة كثيرا في السيو، وتدعم أيضا اللغة العربية. والآن سأشارك معكم المجالات التي أستخدم فيها هذا القالب. أولا أستخدم هذا القالب في مثلا إنشاء المدونات سواء الأجنبية أو العربية. إذا لماذا أقوم باستعماله في هذا المجال خصيصا؟ لأنه يعني مهيئ للبلوجز، يعني لديه بعض الخصائص مهيئة لإنشاء موقع بلوجز يعني بطريقة احترافية. أوكي. أما المجال الثاني الذي أستخدم فيه هذا القالب هو إنشاء مثلا موقع للشركات أو موقع لمثلا الوكالات، سواء وكالة السياحة مثلا، وكالة كراء السيارات مثلا، المهم يعني كل ما هو عبارة عن الشركة. إذا هذا كما قلت لكم هذا القالب أستعمله في المدونات وإنشاء مواقع للشركات. وعندما قلت يعني القالب مجاني، ليس يعني مجاني، بل لديهم نسخة مدفوعة. وصراحة إذا جربت النسخة المجانية ستعرف معنى يعني قوة و قالب Ocean WP. اوكي، يعني في النسخة المجانية يمنحك قوة كبيرة سواء في السيو او في السرعة او في اي شيء، او في مثلا امكانية التعديل في اي موضع على القالب. يعني في استخدام النسخة المجانية يعني لن تريد مثلا أن تعدل على أحد الأماكن في القالب ويقول لك للأسف يجب أن تشتري النسخة المدفوعة، يمنحك الصلاحية في التعديل على أي مكان في القالب. أما الأسعار الخاصة بهذا القالب كما نلاحظ هنا، لديك السعر 39 دولار بالنسبة لاستخدامه في موقع واحد، 3 مواقع 79 دولار، و 25 موقع 129 دولار، ولكن هذه يعني لا يجب أن تدفعها سنويا. أما للايف تايم يعني لمرة الدفع مرة واحدة فقط، عفوا يعني الدفع مرة واحدة فقط للموقع، يعني استعماله في موقع واحد 159 دولار، أما استعماله في 3 مواقع 319 دولار، 25 مواقع عفوا 519 دولار. وستجد النسخة المجانية متوفرة في القوالب الموجودة على الووردبريس، ولديه أيضا إضافة جميلة جدا وهي إمكانية تثبيت موقع جاهز مباشرة باستخدام هذا القالب، سواء في النسخة المجانية يمنحك بعض النماذج الجاهزة، وفي النسخة المدفوعة يمنحك يعني كل النماذج والقوالب الجاهزة، وحتى يعني التي تأتي في المستقبل. يعني إذا اشتريت النسخة المدفوعة حتى النماذج الآتية في المستقبل ستكون يعني متاحة لك بتثبيتها. المهم هذه هي النماذج التي يمكننا يعني تثبيتها بنقرة زر واحدة فقط. هنا تظهر البرو يعني المدفوعة فقط، لا أعلم إذا يمكننا من هنا اختيار المجانية،
المهم يمكنك البحث هنا. أوكي، ستجد الكثير من الكاتيجوريز أو المجالات التي يعني تتوفر فيها بعض النماذج، يعني ستساعدك حتى في الديزاين. إذا كنت لا تملك أي فكرة عن ديزاين أو تصميم المواقع، سيساعدك ذلك القالب يعني الذي ستثبته، أو يعني النموذج الجاهز الذي ستثبته سيساعدك، يعني ستقوم فقط بالتعديل عليه. أوكي، إذن كما قلت لكم أفضل قالب هو Ocean WP. أوكي، ننتقل الآن إلى القالب الثاني وهو قالب أسترا. أوكي، قالب أسترا هو أيضا قالب مجاني ويدعم اللغة العربية، وأيضا صراحة قالب قوي جدا. وهذا القالب أيضا متوفر على القوالب الموجودة على الووردبريس، فقط قم بالذهاب إلى القوالب وقم بكتابة أسترا وستجد يعني القالب متوفر هناك. وكما قلت لكم هذا القالب أيضا لديه ميزة الديمو، أيضا يمكنك الذهاب إلى هنا ستارتر تومبليت بهذا الشكل، وستجد بعض الديمو أو النماذج الجاهزة التي يمكنك تثبيتها على الموقع والتعديل عليه مباشرة، يعني من نماذج جاهزة ترفعها بنقرة زر واحدة فقط. كما نلاحظ هنا أين يظهر البريميوم، يعني يجب أن تشتري النسخة المدفوعة. أين يظهر يعني أين لا يظهر البريميوم، يعني النماذج يمكنك تثبيتها باستخدام النسخة المجانية. على العموم الآن سأقول لكم يعني المجالات التي أستخدم فيها هذا القالب. بالنسبة لقالب أسترا صراحة أستخدمه فقط في الإيكوميرس، يعني في التجارة الإلكترونية صراحة يعتبر أسهل قالب في التجارة الإلكترونية، يعني ليس لديه العديد من الإضافات التي تصعب عليك يعني التعديل على القالب، إنما يعني سهل جدا. كما نلاحظ هنا مثلا إذا قمنا بتجربة هذا النموذج الجاهز، طبعا كما نلاحظ يعني طريقة عرض الستور جميلة جدا، وحتى يعني بالنسبة للعملاء عندما أقوم بتصميم له موقع باستخدام متجر إلكتروني باستخدام قالب أسترا، يعني لا أتعب معه، أقوم يعني أقوم بإعطائه فقط دروس خفيفة هكذا، ويعني يتعلم بسرعة طريقة التعامل مع القالب ومتجره الإلكتروني. كما نلاحظ هنا يعني أفضل قالب مجاني للاستعمال في المتاجر الإلكترونية، وأيضا يمكنك استعماله طبعا في مواقع الشركات. كما نلاحظ هنا لديه العديد من القوالب الخاصة بالشركات والأعمال الحرة، مثلا الفريلانسر والعديد من المجالات، مثلا هنا الديجيتال ايجنسي كما نلاحظ. المهم كل هذه القوالب يمكنك تثبيتها بنقرة زر واحدة فقط. مثلا هذا على ما أظن للكتب الإلكترونية. المهم العديد من المجالات صراحة. هذه القوالب قالب أوشن دبليو بي وهذا وقالب أسترا من أفضل القوالب. كما نلاحظ هذا النموذج الجديد تيك ستارت اب على ما أظن هذا اسمه، يعني لم أشاهده من قبل، سأشاهده الآن معكم. إذا كما نلاحظ هنا هذا ديجيتال ايجنسي، يعني خاصة بالديجيتال سيرفيسز. اوكي، تنقل هنا على السيرفيسز، سينقلك إلى صفحة سيرفيسز بهذا الشكل. لا أعلم إذا قاموا بكتابة سيرفيسز. كما نلاحظ ديجيتال استراتيجي، كرييتيف ديزاين، بيرفورمانس بيلد. المهم يعني جميلة جدا، يعني نماذج جاهزة جميلة جدا. اوكي، وأيضا يعني سهلة الرفع بنقرة زر واحدة فقط. سنشاهد هذا، يعني هذا على ما أظن موقع خاص بالتطبيق. إذا تواصل معك أحد مثلا لإنشاء موقع لتطبيقه مثلا، يمكنك استعمال هذا النموذج وتقوم فقط بتغيير الكتابة والصور. أوكي، إذا هذا القالب، قالب أسترا، لم أقم بشرحه من قبل على القناة. أوكي، لكن إن شاء الله في الأيام المقبلة سأقوم بشرحه أيضا، هو أيضا بالتفصيل، لأنني شرحت قالب أوشن دبليو بي ووجدت أن العديد من الناس مهتمين بذلك الشرح التفصيلي وذلك الفيديو. إذا سأقوم إن شاء الله أيضا بشرح هذا القالب يعني التفصيل الممل.
فقط حتى أنتهي من بعض الشروحات التي بعض الدورات التي بدأتها الآن. بعد ذلك سننتقل مباشرة إلى هذا القالب، قالب أسرع. الآن سننتقل إلى الأسعار. إذا أردت أن تشتري النسخة المدفوعة، لأنني أعلم أنك عندما ستجرب النسخة المجانية وترى النماذج الموجودة فيه، أعلم أنك ستبحث على شراء النسخة المدفوعة. إذا كما نلاحظ هنا الأسعار، نحن في الدفع السنوي دائما، الأسعار من 47 دولار حتى 249 دولار. ويمكنك استعمال هذه الخطط الثلاثة في Unlimited Website، يعني عندما تشتري خطة يمكنك استعمال ذلك القالب في العديد من المواقع، يعني Unlimited غير محدودة. أما إذا اخترت Lifetime يعني مدى الحياة أو الدفع مرة واحدة فقط، تبدأ من 249 دولار حتى 699 دولار. دائما يمكنك استعمالها في مواقع غير محدودة Unlimited Website. وطبعا توجد بعض الخصائص هنا يمكنك قراءتها، يعني سيقومون بإعطائك بعض الإضافات أيضا مجانا عندما تشتري نسخ يعني خطط يعني غالية. إذا وصلنا إلى نهاية الفيديو. كما قلت لكم، قالب اوشن دبليو بي وقالب استرا افضل قوالب ووردبريس يمكنك ان تبدا بها، خاصه اذا كنت مبتدئ في الووردبريس. دائما انصحكم اذا كنتم مبتدئين في الووردبريس ابتعدوا عن القوالب يعني الصعبه التعامل. ابدأ دائما بقالب اوشن دبليو بي وقالب استرا، هذه نصيحة مني. اذا اتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالنقر على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بجميع الفيديوهات الجديدة على القناة. ولا تنسوا ايضا دعمنا بنشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واتساب، تيليجرام، انستغرام، اي منصة تستخدمها. المهم ستدعمنا يعني في القناة، ونحن سنقدم لكم يعني المزيد من الشروحات والمزيد من الفيديوهات. إلى الفيديوهات المقبلة، وشكرا.